شو بيعمل؟ بيترينير يعني مش بيدرب مظبوط. الفريق. ايه انتريني مين؟ فبيقول مش انتريني، بقول انترين. اوكي، انترين ليكيب ايجيبسيان. اوكي، لو تنس. يلا يا محمد، لو تنس، شو فيك تقول انه عن لو تنس؟ هو شو؟ ايه بس شو فيك تقول عن التنس يا محمد؟ يعني مثلا الحاجات اللي بتستخدم فيها لأنه ايه هو بس محمد التنس، ايه يعني التنس بيكون، هلا فيك تقول انه هو لا رياضة مثلا المفضلة، ها؟ رياضة او رياضة فيني اقول ان سبور، وفيني اقول ايه مو سبور بريفيري، هيك تتكون الجملة يعني كيف بدي اقول لك، يا مو سبور أحسن. بريفري، لا مفضل، مفضل لدي. تمام، أه أيوه يبقى لا لا التنس مون سبور يعني التنس أحسن لا أحسن لا مش احسن يعني عبد محمد، مش احسن، هو رياضتي بفضل المفضلة. بفضل ايوه لا تمام اي صحيح. طيب آخر واحدة بقى لعمل عبد الله، يلا سيف. إلفو أنفلو، يعني يجب يكون معي دراجة بورشو. لو مثلا لو مارس حدود لو مارس رادة ال مظبوط، بور فار دو سيكليزم، تري بيان، بور فار. دو سيكليزم، تمام. طيب شباب، هيك بنكون خلصنا هاي البارت. رح ننتقل للي بعده، ثواني بس. هو الامتحان اللي بقوله يكون كام سؤال؟ ما بتاع سمعت الشهر شو قلت؟ الامتحان الإلكتروني بتاع الشهر هيكون كام سؤال؟ والله ما عم بسمع، علي صوتك شوي لأنه هو اللي عم ينوح حدي، فما عم بسمع. بيقول بيقول يا مسلم امتحان قول الشهر قول هيبقى كم سؤال؟ هلا مش ما تحدد بعد، ولكن امتحان الشهر كثير قرب. أيوة بس هو ممكن هو بيقول إن هو إلكتروني فهو مظبوط إلكتروني وعشر مظبوط، أسئلة ولا أسئلة كتير عادي؟ لا لا نفس الشيء، ما رح يتغير اي شيء. يعني انا هلا مثلا عملته اوكي، يعني نفس الطريقه نفس الاسلوب، انه هلا اوكي يمكن تحسون انتم مثلا، لنقول انا طلع معي مثلا شيء 20 سؤال مع صف غيركم، اوكي مش يعني انه هني 20 سؤال، بس لانك انت مضطر تعمله الكتروني، فمثلا ما عندك اكزرسيس 2 خمس جمل، ما عندك اكزرسيس 3 خمس جمل او اربع جمل او جملتين، بدك تعتبر كل جمله هي كانها اكزرسيس او سؤال، يعني فهمت كيف؟ بس هيك بس، لا لا هو سهل، فما ما ت يعني ما تفكروا كتير انه هي صعب ومدري شو، لا لا ابدا مش صعب. تمام، تمام بس طبعا اللي صعب حيكون على الشخص اللي مش دارس، ايه هي حقيقه، يعني الشخص اللي جاي مفكر حاله رامبو وبده يعمل اختبار ما انه دارس له ما بيمشي الحال. تمام، بس اللي دارس اكيد لا. في عندي حدا هون رامبو ولا لا؟ كله حيدرس. تمام اوكي طيب، شو كان بدي اقول لكم قصه كمان؟ إيه لا ما بدي اقول لكم شيء، يلا بدي اكمل. يلا رح ننتقل هلا هيدا هيدا هذا آخر اختبار؟ لا هيك بنكون خلصنا. طيب سيف ما تنسى، أو عبد الله، ما بعرف مين بعت لي آخر مرة الكتاب، بالعادة سيف، فسيف لو أنت بدي للأسبوع الجاي تبعت لي البارت الجديدة يعني. أوكي مثلا كنت بعتك الكتاب كله PDF يعني هو كله موجود
اه والله. لا ما فيهوش ايه بس حد ليك اللي مشكلة. بعت لي يسيف هو نفس هيدا؟ أعتقد وين كنت بعته مشان اتاكد؟ كنت بعته على التليجرام؟ كنت بعت على الواتس. ايه اوكي هلا برجع بتاكد منه، لانه اذا هو اي اذا هو نفسه، لانه في كتابين. انا هديك المره تفاجات انه في كتاب فيه دروس جرامر اضافيه، يعني فوق الاربع خمس دروس. فلا انا ما بدي هيك، انا بدي امشي يعني مثل هيدا الكتاب بطريقه طبيعيه. يلا شباب خلينا نبلش، حيكون في عنا اختبار، وحده اكزاما ووحده رح نعملها انا وياكم هلا. اوكي فرح ابدا معكم. جي مابيل تيو جي كانزو جيم بوكو لو باسكت ايير افنتور جي سوي الي افيك مون بير او عملناها مادام. قبل كده. اه عملناه حلو معهوله يعني هالصفحه كلها. لا ودي هي كمان اه حلو، يعني نحن بالمبدا بس عندنا هيدا الاكزاما. يلا لكن رح احاول حل لكم قد ما فيني منه، والباقي بتاخذوه دفوار. اوكي بس انا بس انا بحب حل هذا ولا هذا. لا والله من فوق. يلا فاذا ديز ليف جينيكول بريباراتوار بار دولور سبور بريفيري، يعني الطلاب بمدرسه اعداديه بيتكلموا عن رياضتهم المفضله. فنبدا اول شيء مع بول بريزون. Moi, je n'aime pas du tout le football. أنا ما بحب الفوتبول أبدا. Pendant les vacances, chaque jeudi, je vais au club pour voir mes amis. بالعطلة بإجازة نهاية الأسبوع بروح كل يوم خميس للنادي لأشوف أصحابي. جادور أليس 22 سوري 22 جادور جوي أو تنس، بعشق ألعب تنس. شاك جور جو باس أون أور، كل أسبوع بمضي ساعة بعد المدرسة بالتدرب في الكلوب. جيسيكو 13 ans. Moi je fais de la natation. أنا بلعب أو بمارس السباحة. Je vais à la piscine du club. بروح شو بيقولوا له هيدا مسبح النادي 3 jours par semaine، 3 أيام بالأسبوع. أما ريمي 14 سنة فبيقول جيم لو فوتبول مي جو نو لو براتيك با، بس لا أمارسه، سي مون فرير كي لو براتيك، هو أخي بمارسه 5 أيام بالأسبوع. رح نبدأ أول شيء مع، يلا هني 4 أسئلة، نبدأ مع عبد الله. سيزيلاف يا عبد الله بار دو شو؟ سبور ولا ويك إند ولا إيكول؟ الاسبوع برافو تريبيا صحيح. يلا يا محمد أوكي. بول فا او كلوب بور، ليش بيروح بول على الكلوب؟ فوار لي ماتش، فوار زامي ولا جوي؟ مس شوف بول ليش بيروح الكلوب، بيروح النادي عشان لول و اه او فوتبول نو 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 طلع جو في او كلوب، اقرا اخر كل 3 4 كلمات. ليش بيروح النادي؟ سيس امي وي يعني ليشوف اصحابه، بوفوار سي زامي. تري بيان رح ننتقل لعند سيف. مين اللي فاد الناتاسيون يا سيف؟ مين يلي بيروح او اللي بيمارس الناتاسيون السباحه؟ جيسيكا جيسيكا خليني اتاكد. جيسيكا انا قلت جيسيكو على فكره. اوكي تمام جيسيكا. يلا شايفها رح، مكتوبة لا والله شفتها جيسيكو يعني سبحان الله. تحسها ها ايه اللي في الآخر دي تحسها او فعلا. طيب يلا بوندون لي فاكونس بول فا او كلوب. رح نرجع لعند عبد الله. قد ايه بيروح بول او كلوب يا عبد الله؟ بيروح مين اسمه ايه؟ نشوف ها قد ايه اخترت الجواب؟ ثانية بشوفه هو بيروح قد ايه. شوف تمام بتخوفني بيروح مرتين. pendant les vacances Paul va au club. خلينا نشوف بول pendant les vacances chaque jeudi. ما بول هيدا اللي فوق؟ بلا
لما بقول شاك جودي يعني كل يوم خميس. طيب لما بقول كل يوم خميس يعني انا كم يوم بروح للنادي؟ يعني يوم في الأسبوع مرة ايوه مثلا. صحيح صحيح، فهمت الفكرة يا عبد الله اظن اللي كان عم بيحل هلا. يلا كمل شوازي لا بون ريبونس. يلا رح ابدا مع محمد. Tu demandes à ton ami son sport préféré. Il dit. شو رح تختار؟ أنت تسأل صديقك أي رياضة تفضل، صحيح هو صحيح، هتبقى إيه يا مس؟ برافو صح؟ صحيح. رح ننتقل عند سيف. Ton ami te demande qu'est-ce que l'arbitre fait, tu dis. أنت تسأل صديقك لا هلا بالعكس، لانه بلشت الجمله بتونامي فصديقك بيسالك تونامي تودي وي. مش هو السؤال إيه؟ كاسكو لاربيتر سي أنا مش عارف أنا اوكي. كاسكو لاربيتر سي يعني ماذا يفعل؟ شنو شو هيدا الاربيتر؟ الحكم. شو بيعمل الحكم؟ هتبقى ايه برضه عشان لو بيوجه الماتش. وي برافو، حتكون دي ال ديريج لو ماتش تري بيان يا سيف. ننتقل لعند عبد الله. يلا يا عبد الله. تو ناكسبت با او تو اكسبت عفوا تو اكسبت لانفيتاسيون دو تون امي الي اول ستاد. انت بتقبل عزومة صاحبك لتروح على الاستاد تو دي، بس شو راح تقول؟ أفيك لين يعني إيه أول واحدة؟ بيكون سرور. بكل سرور؟ إيه طب أول واحدة أكيد أنت أفيك وافقت بدك تروح مكان، فطبعا رح تقول له بكل سرور بروح. أفيك يقول شكرا على التذكرة. كمان بس هون منا جاية هيك شيء. طيب شباب هلا طبعا نحن قلنا الصفحة الثانية هي ديفوار، بس رح أعمل أول جملة منها بس. تون امي تو دوموند سو كيل فو بور فير دي سيكليزم. سيف فسر لي شو قد ما فيك فسر لي الجملة. يلا أمس أس صديقك بيسألك هون صديقك ايه بيسألك صح؟ صديقك بيسألك أنت مثلا محتاج إيه عشان تمارس رياضة ركوب مظبوط العجل؟ مظبوط تريبيا. ايه شو رح تقول؟ تبقى الفوق مسكليت. الفو ام بسيكلات. سيف فيك تبعت لي اي نقطة على الواتساب بليز. لانه جاييني يعني مش 100 رسالة، خلص انا بحس انه وصلت للألف. الله اكبر عليهم الصبح بس بدهم يفيقوا تلاميذ. يعني خلص اللي بيفوت بيفوت، اللي ما بيفوت يصطفل. يلا رح حطلك نفتحه بس ونتأكد منه ثواني يا شباب. شباب بده يفصل الزوم يرجع يدخل عادي، يرجعوا يدخلوا. اوكي هلا انا ما بدي اعمل البارت الثاني، بس رح اطلب اليوم من سيف يلعب هيدا الدور، وكل مره رح يلعب هيدا الدور حدا. سيف بدي اياك تاخذ سكرين شوت لهي الصفحه وتكتب ترسلها على الجروب، تكتب عليها ديفوار بليز. مش بتاع التليجرام ولا بتاع لا الواتس؟ لا فعل الواتساب. شباب بدكم تحلوا هيدي لتقفلوا علامة الأسبوع هيدا بالنسبة للدفورة. أوكي أنتوا أوريدي الحضور مقفلينه والالتزام مقفلينه، بيبقى عليكم بس هيدي. فبليز أنا آخر مهلة لتسليم الريبورت بيكون الخميس، ما تحشروني، حاولوا اعملوها اليوم أو بكرة الصبح مثلا، بس بفضل اليوم. تمام. بس الخط الأزرق ده، ما فهمت شو قلت؟ الخط الأزرق اللي فوق شيلي ثواني لله حشيلك.
اوكي يلا اتفضل. خدتها هبعتها. اوكي واكتب تحت دوفوار. تمام. طيب شباب، بما انه نحن هلا خلصنا وناطرين بس الكتاب لينزل شوي بده وقت، معلش بدي في بارت بس بهيدا الدرس حبيت اني ارجع اذكركم فيها، لانه هي تعتبر بارت مهمه. هي هون كيف انا بقدر احول سؤال لطريقتين مختلفتين. لو انا عندي الجمله الاولى تيي جوا الطريقتين المختلفتين، او هن 3 طرق. الطريقه الاولى لو بتتذكروا هكتب الجمله زي ما هي، مثل هون هكتبها زي ما هي واحط عافيه وراها علامه سؤال. الثانيه رح اقلب الفعل اقدمه على الفاعل. اما الثالثه فرح احط اسفه. واضحه؟ ايوه يا مس. مثلا لو عندي هيدي البرونتيتي، الجملة الأولى حكتبها زي ما هي مع علامة سؤال. الجملة الثانية رح أكتب الفعل أقدمه على الفاعل. ليش الخط هيك؟ ثواني خليني أكتب بس بخط شوي مقبول. أوكي. هون مثلا أول شيء بكتب الجملة زي ما هي مع علامة سؤال. تاني شيء بقدم الفعل على رفات و بلا بلا بلا، بكملها مع علامة سؤال. آخر شيء بحط بالبداية اسكو وبكتب الجملة كلها. حدا عنده سؤال بالنسبة لهيدي البارت؟ لا مش سامع. طيب كان بظن سيف يلي بعت ورقة الأسئلة صح ولا أنا غلطانة؟ بدي إياكم تدرسوها للمرة الجاية. أوكي؟ فلو ممكن يا سيف ترجع تبعتها كمان على جروب الواتس الواجب بليز. ولا ورقة الأسئلة اللي هي؟ لا، ورقة الأسئلة والواجب الاثنين. طب أنا لا ما خدتش الأسئلة. هي بفتكر موجودة على التليجرام. طيب طول بالك شوي لأشوف بس أتأكد. دقيقة. خليني نشوف لو هي موجودة. أنا بفتكر أنت ما بعرف وين شفتها أنا، حدا مصورة. لا لا، بصف تاني. يلا يلا أنا حاجب لكم إياها. دقيقة. أوكي فورورد. يلا بعتها. اوكي طبعا هي هيدي للاسئله وهيدا دوفوار. يلا رح يفصل الزوم، خلينا نرجع ندخل بس لاخر مره. هفصله انا.